الرئيس السيسي نمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية. الرئيس السيسي مطمئنا الشعب المصري، الأمور تسير من جيد لأفضل. الرئيس السيسي ندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا والمنطقة ما أمكن دون التورط في أمور قد تؤثر على الأمن والاستقرار. رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية عددا من ملفات العمل. الإسكان طرح كراسات شروط حجز 1645 وحدة سكنية متنوعة بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري. المالية تحسين الخدمات الضريبية وإجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. وزارة المالية تؤكد السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 وحتى 2022 بلا غرامات على الممولين. وزير الاستثمار يتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس لعقد لقاءات رسمية مع ممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال. وزيرة التنمية المحلية تؤكد على اهتمام رئيس الجمهورية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. الأرصاد تقصي الغد حار نهارا على أغلب الأنحاء ومعتدل ليلا.